الرئيس السيسي يوجه بتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية. فرنسا تدعو الصين للضغط على بوتين واستخدام نفوذها لتفادي الأسوأ في أوكرانيا. لاجئو أوكرانيا يقتربون من 2 مليون شخص، وجلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بالتوسع في التعاون مع الدول الإفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية وتشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الإفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت التوسع في بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات. كما تم عرض جهود تطبيق مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف المتدربين والخريجين والمهنيين المستقلين والعاملين في مختلف المشروعات القومية إلى جانب مبادرة أفريقيا للإبداع الرقمي والتي كان قد أطلقها السيد الرئيس، حيث وجه سيادته بالتوسع في التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا الإطار، خاصة من خلال تشجيع الشركات المصرية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع نظيرتها الأفريقية لبناء منظومات رقمية متكاملة، فضلاً عن إتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب الأفريقي في مجالات التكنولوجيا المختلفة. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدعم الذي قدمه صندوق المناخ الأخضر لمصر لتمويل 4 مشروعات بقيمة تقترب من 297 مليون دولار، وذلك بهدف حماية السواحل الشمالية وتنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة لمناقشة عدد من ملفات التعاون. وفي سياق متصل أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها مصر لاستضافة الدورة المرتقبة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مشددا على أن مصر ستواصل الزخم السياسي لتحقيق تقدم متوازن في جميع مسارات المفاوضات. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر على ما تمثله مصر من أهمية كبرى في مجالات عمل الصندوق، مشيرا إلى أن مؤتمر كوب 27 يمثل فرصة لمصر لعرض المشروعات التي سوف تتبناها خلال الفترة القادمة والحصول على التمويل اللازم لها.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المكون الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فاستضافت مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ مرحبا بمساهمات شركة فودافون في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس التنفيذي لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية التابعة لشركة فودافون العالمية والوفد المرافق له. وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء برئيس التنفيذي لشركة فوداكوم معربا عن ترحيبه بخطط التوسع الخاصة بالشركة في السوق المصرية، والذي يأتي في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتشجيع القطاع الخاص. من جانبه أكد رئيس التنفيذي لشركة فوداكوم أهمية علاقات الشراكة مع مصر، معتبرا مصر من أهم أسواق عمل الشركة حول العالم. وأكد أيضا أن الشركة سوف تعمل على تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها في مصر. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع إيلاء الأولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، وذلك لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة. شهيد بيسلم شهيد، الراية من بعده كأنه يوم العيد زي ما كان وعده. شهيد بيسابق شهيد على دوره في الجنة، واللي ينولها أكيد يهناه ويساعده. آخر كلام كتبه في وصية قال فيها: على العهد متفقين وبروحنا نفديها. نبه زميله وقال له: اصحى وصح النوم وياك تفرط يوم في ذر التراب فيها. 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود. نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بمناسبة الذكرى الوطنية ليوم الشهيد، وذلك تزامنا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. وقد تم خلال المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام. وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية، وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء، وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن. يفارقنا جسد ويسيب ذكراه، الشهداء أحياء سيرتهم باقية في قلب الوطن، وعطائهم أمل وحياة. عظيم سلام وكلنا واقفين لروحه انتباه، واحنا النهارده بنوعد وهنكمل المشوار وراه. بلدنا مش هتنحني وايد في ايد هتتبني، والموت لعمره هدنا بنزيد حياه. 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة قادمة من بولندا وعلى متنها 174 راكبا. هذا وخصصت إدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة طاقما طبيا لفحص الركاب وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا ومتابعة حالتهم الصحية. هذا وتتوالى جهود بعثاتنا الدبلوماسية لتقديم الرعاية اللازمة لمواطنين القادمين من أوكرانيا باتجاه دول الجوار. ففي بوخارست أنهى سفير مصر هناك مؤيد أضلعي وأعضاء السفارة إجراءات عودة 150 مواطنا مصريا من بوخارست إلى القاهرة، وذلك على متن الطائرة التي أرسلتها الحكومة المصرية وغادرت رومانيا فجر اليوم. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الوضع في أوكرانيا. وذكر الكرملين بأن بوتين أكد خلال الاتصال أن الجيش الروسي يتخذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين. وأوضح الكرملين بأن بوتين قدم لرئيس المجلس الأوروبي تقييما لمسار المفاوضات مع ممثلي كييف، مشيرا إلى أن المطالب الروسية معروفة. من جهته طلب ميشيل الرئيس الروسي بوقف الأعمال العسكرية وضمان مرور المساعدات وبضمان سلامة المنشآت النووية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا أبلغت أوكرانيا أنها مستعدة لوقف عملياتها العسكرية في لحظة إذا استجابت كييف لقائمة من الشروط. أضاف بيسكوف بأن موسكو تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم هي أرض روسية، وكذا للاعتراف بجمهوريتي دونتسك ولوهانسك الانفصاليتين. جاء هذا وفقا لبيان روسي يتعلق بالشروط التي وضعتها روسيا لوقف ما أسمته بعملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي دخلت الآن يومها 12. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب لتزويده بطائرات عسكرية. وخلال مقطع مصور بثه زيلينسكي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، طلب الرئيس الأوكراني دول العالم بمقاطعة النفط الروسي، مشددا على أن مستقبل أوروبا ستحسمه المقاومة الأوكرانية للعمليات العسكرية الروسية على أراضي بلاده. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمريكي ووزير خارجية لاتفيا، قال بلينكين إن 70% من الأسلحة وصلت إلى أوكرانيا وأظهرت فعالياتها في قتال الروس، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد أن تواجه روسيا من خلال فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. هذا وقد أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه يجب وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الحديث عن أي مفاوضات. وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بأنه طلب من الصين أن تكون طرفا في المبادرة السياسية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر جيوسياسية وموحدة للدفاع عن نفسها. نحن بحاجة لأوروبا أن تكون أكثر جيوسياسية حتى في أسلوب تصميمنا وإدارة نمونا. نحن نجو إلى الوضوح والوحدة وإلى المصداقية. يجب أن نمضي تجاه العروض الواقعية التي تُخذ على محمل الجد من قبل شركائنا ولتحقق الفارق. يجب أن يكون أكثر حسما وعزما في الدفاع عن قيمنا ومصالحنا. من جانبه طالب وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان بالصين بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستخدام نفوذها لتفادي الأسوأ في أوكرانيا. وأكد لودريان على دعم بلاده للأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم، معتبرا أن شروط روسيا للمفاوضات تعني الاستسلام وليس التفاوض. وأشار لودريان بأن روسيا تهدف إلى إلغاء أوكرانيا وظروف التفاوض هي لإخضاع الأوكرانيين. وقال لودريان إن مأساة أوكرانيا يبدو أنها ستدوم طويلا. ك
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا كل يوم، مشددا على أن بلاده ستواصل الضغط على روسيا من خلال فرض المزيد من العقوبات. جاء ذلك في حوار أجراه ماكرون مع شبكة LCA الفرنسية، حيث أدان الرئيس الفرنسي خرق روسيا للمبادئ السياسية والأخلاقية حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا. كما شدد ماكرون على ضرورة تكريس الجهود الدولية من أجل العمل على تجنب وقوع كوارث بالمنشآت النووية في أوكرانيا. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري مؤتمرا عبر الفيديو كونفرنس مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية. وأوضح البيت الأبيض بأن بايدن سيجري الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمناقشة الجهود الدبلوماسية الهادفة لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة انترفاكس بأن وفدين من روسيا وأوكرانيا بدأ جولة ثالثة من المحادثات في بيلاروسيا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأوكرانية رفضها مقترحا بإجلاء المدنيين من أوكرانيا إلى روسيا وبيلاروسيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير 3296 منشأة عسكرية و28 هدفا عسكريا للقوات الأوكرانية. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 3 طائرات في منطقة بولتافا، وطائرة في منطقة غوستوميل، وطائرتين مروحيتين في منطقة ماكراروف، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية. وبسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، شهدت العديد من المدن هجمات متواصلة وحصار خانق من القوات الروسية، ومن هذه المدن مدينة إربن. إربن المدينة الأوكرانية الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال غرب العاصمة كييف، اضطر سكانها إلى الفرار بسبب الحرب. We'll be right back.
يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أكثر من 1,700,000 شخص منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وأوضحت المفوضية أن أكثر من 1,000,000 أوكراني وصل إلى بولندا وحدها. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن العقوبات على روسيا ستؤثر على المستهلكين في بريطانيا. وقال جونسون إن بلاده قدمت 230 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، مشددا على أن بلاده من أكثر الدول الأوروبية التي قدمت مساعدات لأوكرانيا. مع كل احترامي لكل الزملاء الأوروبيين، نحن كنا الأكثر كرما بين كل الدول الأوروبية في توطين الضعفاء. أخذنا أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغان كما تتذكرون، 104,000 من هونغ كونغ تقدموا بطلبات. سنكون في غاية الكرم كما يتوقع شعبنا هنا لاستقبال هؤلاء الهاربين من الحرب في أوكرانيا، وأعرفوا بأن هذه هي رغبة الشعب البريطاني. أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده ستعلن عقوبات جديدة على 10 أفراد مقربين من القيادة الروسية بسبب الهجوم على أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال رئيس الوزراء الكندي إن العقوبات تشمل مسؤولين سابقين وحالين في الحكومة ومن النخبة ومن أنصار القيادة الروسية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أسعار الطاقة تضغط على المستهلكين والشركات، خاصة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. جاء ذلك خلال لقاء لها مع رئيس الوزراء الإيطالي في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل. نعرف أن أسعار الطاقة تضغط كثيرا على المستهلكين وعلى الشركات، وسنناقش كيفية ضمان أن تبقى أسواق الكهرباء والطاقة فعالة على الرغم من أسعار الغاز المرتفعة التي عززتها حرب بوتين. هناك عنصران أهميان لذلك. البعد الأول يتعلق بحماية المستهلكين والشركات الأكثر عرضة للخطر والأكثر هشين، البعد الثاني هو النظر إلى أسواق الطاقة، نظرا لأننا نعمل على تحول الطاقة. هذا وتواصل أسعار الغذاء العالمية ارتفاعها بعدما هددت الهجمات الروسية على أوكرانيا سلاسل الإمدادات، مما دفع أسعار أسواق السلع إلى أعلى مستوياتها في سنوات. وتشكل روسيا وأوكرانيا معا ثلث صادرات القمح عالميا وخمس مبيعات الذرة. في الوقت الذي تشد فيه حدة الهجوم الروسي على أوكرانيا، تهدد الأزمة الأوكرانية والعقوبات الدولية المفروضة على روسيا الإمدادات الغذائية وسبل عيش الشعوب التي تعتمد على الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة في منطقة البحر الأسود والمعروفة عالمياً باسم سلة خبز العالم. وبمجرد بدء الهجوم الروسي، اضطر المزارعون الأوكرانيون إلى اللوذ بحياتهم والفرار وإهمال حقولهم، خاصة مع إغلاق الموانئ التي يتم عبرها شحن القمح وغيره من السلع الغذائية الأساسية إلى جميع أنحاء العالم. وفي ظل العقوبات واسعة النطاق المفروضة على روسيا، ذكرت مؤسسة ماركت ووتش المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن تزايد المخاوف من احتمالية تعرض صادرات روسيا من الحبوب، وهي قوة زراعية أخرى، إلى عقوبات دولية تتسبب في مزيد من الانخفاض في إمدادات السلع الغذائية. وأشارت مؤسسة ماركت ووتش إلى أنه على الرغم من عدم حدوث أي اضطرابات عالمية
حتى الآن في إمدادات القمح، إلا أن أسعارها قد ارتفعت بنسبة 55% بسبب المخاوف العالمية. وسط هذه الظروف يواصل المسؤولون في الدول الأوروبية الاستعداد لمواجهة النقص المحتمل في المنتجات من أوكرانيا وزيادة أسعار علف الماشية، والتي قد تعني بالتالي زيادة تكلفة اللحوم والألبان في حال اضطرار المزارعين إلى تحميل العملاء هذه التكاليف. سجل الروبل الروسي أدنى مستوى له في تاريخه أمام الدولار، وذلك رغم الإجراءات الصارمة التي فرضتها روسيا في محاولة لتجنب انهيار عملتها بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها. ووصل سعر العملة الروسية إلى 106.5 روبل للدولار بعدما أنهى الروبل تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 20% مقابل الدولار واليورو. هذا وقد بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيا في السوق الأوروبية. يأتي ذلك فيما تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء العمليات العسكرية في أوكرانيا. وأدت الخشية من حدوث اضطرابات في صادرات روسيا من الغاز إلى ارتفاع السعر المرجعي للغاز الهولندي إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميجاوات في الساعة بارتفاع بنسبة 45%. عبر وزير الخارجية والمالية الألمانيان عن رفضهما لفرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا، وذلك في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بالعملية العسكرية في أوكرانيا. وتستورد أوروبا 40% من النفط والغاز من روسيا، وعلى رأس المستوردين ألمانيا. وكانت مجموعة السبع أعلنت عزمها فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، فيما أدرجت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على لائحتهما السوداء شخصيات روسية مقربة من الكرملين. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. شكري يؤكد دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية. أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار مصر في جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال شكري وفدا فلسطينيا رفيع المستوى، حيث أكد مساندة مصر لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 ووفقا لمقررات الشرعية الدولية، معربا في هذا الصدد عن أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والمعنية، سعيا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. من جانبه أعرب الوفد الفلسطيني عن التقدير البالغ لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. افتتحت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين. ناقشت الجلسة الإعداد والتحضير لأعمال الدورة على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل برئاسة لبنان. وتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود لمختلف قضايا العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر والقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن. وشهدت بداية الجلسة تسلم الرئاسة من الكويت رئيس الدورة السابقة إلى لبنان رئيس الدورة الجديدة. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل استمرار التحديات الجسيمة التي تواجهها منطقتنا العربية، حيث سعت دولة الكويت خلال رئاستها واستشعارا منها بالمسؤولية إلى تقديم الدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا تزال تمثل قضية العرب الأولى، ونشهد معها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وهنا تجدد دولة الكويت على تأكيدها على موقفها الثابت اتجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تعقد الدورة 157 لمجلسنا الموقر في ظل استمرار التحديات الجمة
التي تواجهها منطقتنا العربية والظروف الدقيقة التي تحيط بها وبالإقليم، سواء حالات التوتر التي تعيشها بعض دولنا العربية الشقيقة من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية، أو مواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها ولا زالت جائحة كورونا على مجتمعات العالم كافة، أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي استجدت مؤخراً على الساحة الدولية. وفيما يخص لبنان، إن أزماته معقدة، وهو يواجه التحديات من الخارج وفي الداخل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، موضحة أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة القادمة، مشددة على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة. أكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان والذي يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان. وخلال لقاء لوزير الري محمد عبد العاطي مع نظيره بدولة جنوب السودان، أكد الوزير أنه تم مناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها أو يجرى تنفيذها حاليا لخدمة المواطنين جنوب السودان، وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات. واصلت القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان عملها لليوم الثاني على التوالي بقرية التوفيقية التابعة لمركز كومومبو محافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة 10 عيادات متنقلة للكشف عن المرضى والمترددين من أبناء القرية والمناطق المجاورة وتقديم الكشف والعلاج بالمجان، إضافة إلى تحويل عدد من المرضى لمستشفى كومومبو والمستشفى الجامعي بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين المغناطيسي والتحاليل بالمجان. النهاردة احنا في قافلة طبية شاملة 10 عيادات بمركز الأشعة ومركز للتحاليل وصيدلية طبعا العلاج والكشف بالمجان في قرية التوفيقية إدارة كومومبو الصحية. طبعا لو في أي حالات محتاجة رعاية تانية أو تالتة بنحولها لأقرب مستشفى تبع لمديرية الصحة. احنا النهاردة في قرية التوفيقية التابعة لمركز كومومبو بننفذ القافلة على مدار يومين الكشف والعلاج بالمجان. معنا 9 تخصصات طبية مختلفة، معنا معمل الطفيليات ومعمل الدم، معنا خدمة الأشعة العادية، معنا خدمة السونار. الكشف والعلاج بالمجان بيقوم بتوقيع الكشف الطبي على السادة المنتفعين أو أهلنا وناسنا، الدكتور أو الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. أشاد المواطنون بمحافظة سوهاج بما تم إنجازه من مشروعات بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري، مؤكدين أن المشروعات شملت مختلف القطاعات. تستهدف المبادرة تطوير 181 قرية بسوهاج ضمن المرحلة الأولى باستثمارات تتخطى 45 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تخدم 4 مليون مواطن يستفيدون من 1670 مشروع متنوع بشتى المجالات. الحقيقة محافظة سوهاج بتشهد بحدث عظيم، وهي حياة كريمة والتطورات اللي احنا شفناها وتغيير الشامل الجميل في القرى سوهاج، ولسه احنا مستمرين واحنا بننزل بنشوف ده في أرض الواقع. شهدنا تطور كبير في مجال الصحة، وده كان أهم مجال كان محافظة سوهاج كانت بتحتاجها. الفترة اللي فاتت شفنا تبطين الترع، شفنا النهاردة التعليم، بالفعل هي حياة كريمة اهتمت بكل جوانب الحياة في كل القرى اللي كانت محتاجة لهذا البرنامج.
والآن موعد جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا هبة ومحمد، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد، أعلنت وزارة التعاون الدولي التفاصيل الكاملة للاستراتيجية التعاون القطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من بين 2022 إلى 2027. وقد كشفت وزارة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومن بين تلك الأولويات دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وكذلك تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. شهدت وزيرة التخطيط هالة السعيد تخريج 4 دفعات لبرنامج القيادة للتميز الحكومي كينجز كوليدج، وذلك ضمن الشراكة الثلاثية بين وزارة التخطيط وكل من الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن. وقد أكدت الوزيرة أن التحديات التي فرضتها العديد من الأزمات تقود إلى تغييرات جذرية على جميع الجهات، كما أكدت أيضا حرص الحكومة على الاستثمار في الكوادر المحلية لتبادل الخبرات، موضحة أهمية إنشاء أنظمة جديدة وتطوير ثقافة جديدة للإدارة العامة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تعزيز التعاون مع الإمارات فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلالة التوريد أو سلاسل التوريد، مشيرة إلى أن معدلات الصادرات المصرية لأسواق الإمارات قد بلغت خلال عام 2021 نحو 1,196,000,000 دولار. وخلال استقبالها مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، أشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار بمصر في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك بومان، وذلك للإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من البنك خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال زكي إن إطلاق المرحلة الثانية من التعاون مع البنك يأتي بهدف تنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين. من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد قدمت مثالا في كيفية تسريع عملية طرح الخدمات الرقمية، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية من الأجانب. وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 14,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 693,987,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 10,701 نقطة. كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي تراجع بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1,870 نقطة. التراجعات وصلت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 أوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2,834 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع، اليورو 17.03 جنيها للشراء و 17.14 جنيها للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 20.66 جنيها للشراء و 20.79 جنيها للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.26 جنيها للشراء و 4.29 جنيها للبيع، ريال السعودي 4.17 جنيها للشراء، وأخيرا 4.20 جنيها للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1990 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 742 جنيها، 21 سجل 865 جنيها، عيار 24 سجل 989 جنيها، وأخيرا الجنيه الذهب سجل اليوم 6920 جنيها. نتحول إلى أسواق النفط العالمية، حيث قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات، بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسية. وقد ارتفع خام برنت بقيمة 6 دولارات و60 سنتا للبرميل أو بنسبة 5.6% ليصل إلى 125 دولارا للبرميل. الخام الأمريكي أيضا ارتفع، غرب تكساس الوسيط ارتفع دولارا أو 6 دولارات و760 سنتا للبرميل أو بنسبة 5.8%. أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على أداء متباين وسط ارتفاع أسعار النفط، وقد أغلق المؤشر السعودي مستقرا إذ عوضت مكاسب في أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة خسائر في الأسهم المالية، حيث صعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 4%، وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 9%، منخفضا للجلسة الثانية على التوالي بعد صعود وصل بنسبة 4.1% الأسبوع الماضي، في حين أغلق مؤشر بورصة أبو ظبي مستقرا، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة البحرين بنسبة 3.5%. سجل مؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على 5 أسابيع، إذ لم تظهر أي علامات على قرب انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى، وكذلك زيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمية. وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 2.94% مسجلا أكبر انخفاض له منذ 27 من يناير الماضي. كما انخفض المؤشر تابكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.76%. كما وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى لها في عام مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي، وهو ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبية بنسبة 2.4%، كما هو مؤشر داكس الألمانية بنسبة 3.7%. وقد قادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات، وتراوحت خسائرها بين 4.7% إلى 5%. قالت الصين إن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميا سيؤثر على الصين التي تحصل على ما يزيد على 70% من احتياجاتها من النفط و40% من الغاز من الخارج، لكنها أضافت أيضا أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة. وتهدف هيئة التخطيط الحكومية الصينية لزيادة الإنتاج والاحتياطات من النفط والغاز وكذلك الفحم، والتي تشغل أكثر من 60% من محطات توليد الكهرباء في الصين. وتتوقع الصين تباطؤ نمو اقتصادها ليصل إلى 5.5% هذا العام وسط أجواء انعدام اليقين إزاء التعافي الاقتصادي وكذلك تراجع نمو قطاعها العقاري. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لهبة ومحمد، إليكم. أشكرك ميرفت. بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية السادسة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية في إطار مبادرة مصر الرقمية. فرنسا تدعو الصين للضغط على بوتين واستخدام نفوذها لتفادي الأسوأ في أوكرانيا. لاجئو أوكرانيا يقتربون من 2 مليون شخص، وجلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.